لكن الحقيقة المشهد السياسي تطور في الأيام الأخيرة مما أثار الشكوك لدى جموع من المواطنين المصريين في مقدرة الخبرات العسكرية بوجه عام على التصدي لإدارة الأزمات وممارسة العمل السياسي. والقيادة الحكيمة والرشيدة الحقيقة والتفاهم مع رغبات الشعب. التطور الأخير ده في المشهد السياسي وما أحاط به من استنصار الحقيقة ضد كل من هو عسكري أو ذو خلفية عسكرية يجعل الحقيقة من مهمة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أمرا في غاية الصعوبة بالنسبة لي شخصيا. يعني حضرتك بتقول إن كونك عسكري سابق أصبحت عبئا عليك في أو في تقديرك إنها قد تكون عبء على أي مرشح بيحمل هذه الصفة؟ أعتقد أن المظهر الأخير أو المشهد الأخير يدل على هذا، وبالتالي أنا هبقى يعني مرشح سأعمل في جبهتين منفصلتين، أول جبهة وهي أننا أقنع الناس بأنني شخصية مقبولة وبرنامجي مقبول، وعلى الجانب الآخر سأحاول أن أقلل من آثار الاستنفار اللي حدث ضد العسكريين أو ذو الخلفية العسكرية.